تأذيتي. تأذيت هواية، عشت واقع كلش أليم. وأبويا كان يجينا سكران يودينا لغير بيت، همينه يعنفنا ويرجعنا. زين، بعدين وبعدين زوجة خالي يعني أخذت الأثاث مالتي، غرفتي كلها انطتها لبتها، وملابسي أنا حطيتها بقلاليق أنا وأخويا. حبستنا أنا وأخويا بين أربع حياطين، حتى التلفزيون كان حسر علينا يعني. وهمنا كل عنف وبعنف لمدة سنتين احنا عشنا هاي الحالة. ويلي. بعدين جتي خالتي من السفر، لان انا خالاتي كلهم مو بالعراق. زين، جتي خالتي من السفر شافت الوضعية مالتنا، اخذتنا قبل، ومن انا سحتلت بين البيوت مثل ما يقولون. نعم. رحت البيت بيت خالتي، وبعدين من بيت بيت خالتي رحت لصديقة امي. يعني ما ثبتت ولا عشت باستقرار امامهم حياتي كلها. والدش متفرج؟ اي متفرج. تفرج. بعدين صرت اول متوسط. والدي اخذنا يمه لين بعد ما حد يقدر يتحمل مسؤوليتنا. زين، شفت اشكال والوان يم والدي. ابويا يعني مدمن مال الكحول اعتقد، لان دائما يشرب، دائما يلقى بالثلاجة يشرب. وشفت اشكال والوان يعني بنات، وتعرف شنو قصدي. نعم، يعني يجيب نساء للبيت. نعم. زين، وهم استمر التعنيف؟ نعم، من قبل والدي استمر التعنيف. نعم. اتجاهه تجاه اخويا. يعني راح انطيك موقف. نعم. من خلاله انت راح تعرف ابويا شنو. نعم. مره من المرات نسيت اشر ملابسي بالغساله. نعم. لان كنت تعبانه وعندي امتحان. نعم. رغم هذا انا تفوقت بالمراحل كلها. يعني كل زين، هذا في شيء رائع. يعني هاي النقطه مال الضوء بوسط هذا الظلام في شيء مبهر، انه انت تطلعين معدلات عاليه وسط كل هاي الفوضى وهذا الدمار وهذا التعنيف والقسوه والضياع. شيء رهيب يعني، مبدع. نعم. اي نسيت اشر ملابسي لان كان عندي امتحان ومنيت. جاني ثاني يوم الصبح شايل شاكوش وكسر ايدي. لا لا، يعني اي، والعظمه لحد هسه بايدي معوجه. يعني انا صراحه دا احكي هسه وما دا ابكي ولا دا اتاثر، لان انا بعد مليت. يعني انا دموعي نشفن بعد، ماكو شيء يعذيني. بعدك صغيره انت، يعني مو مال. أدري، بس يعني الأشياء اللي صارت مو بيدي. ابكي. ليش ما تبكين؟ ابكي. فاستمر التعنيف مو بس إلي، لأخويا. بعدين قمت بالمدرسة علموني أدخن سجاير. والدي بوقتها شاف باكيتين بالجنطة مالتي، وأنا جنت أول متوسط. والدي قلت له إنه هاي مال حارس، كذبت عليه كذبة، بس هو يعرف، رجع لي الباكيتات. واستمر بالتعنيف همين اتجاهه تجاه اخويا. يعني يا ريت لو الغلط انه احنا مسوي، لا بدون سبب. بعدين هاي السنة اني قلت لك فزت بمجتمع المخدرات، فما صدقت اكي شي يهربني عن الواقع اللي انا عايشته. وصلت مرحلة يعني حتى قمت اذي نفسي. شلون تأذي نفسك؟ أجرح نفسي. جرحين نفسك؟ نعم. وأبويا كان يشوفه ما يحكي شيء، ولا يجيب طاري ولا أي شيء. يعني هاي نبذة عن أبويا، يعني ما أرد أحكي عليه أكثر.